طلعنا 28/11/2020 ومقاعدين هسه باجار هنا حزيرة، ومتجاوز يعني هم مو بيت يعني. طلعت 29/11/2020 رجعوا، وانا قالوا نصرف لكم، اللي يرجع على المنطقة يضمن حقوقه من الهجرة والمليون ونص زين. احنا طلعنا بكتب رسمية، الكتاب يجيبه يقول لك انا اريد تأييد، تجيب له تأييد يقول لك اريد مضبطة، يجيب له مضبطة يقول لك يعني شروط معجزة، ولحد الان ما انطونا كل شيء. كله اجار ومتاعب وعوائل كبيرة، وما عندنا حتى نرجع هناك ما عندنا مكان. امرنا وسجل وتروح ما قبل ساكنين تكريت. والبطاقة من سوتشي نقلتها من هنا على تكريت. بعدين ما يقبلون يا جماعة. أما أنا نفوسي ولادتي كركوك. حقيقة مرتاحين يعني، احنا مرتاحين على يعني أنه كركوك زين يعني من ناحية الأمان من ناحية أما تروح بهتشول أبو هناك ما تعرف من هو عدوك يعني. اغلب النازحين في كركوك من مناطق تل احفر، مناطق الموصل، وايضا بعض. لكن بصراحه اقول لك اليوم عندما يريد البعض ان يعيش مؤقتا في كركوك على يبتعد عن المشاكل، هناك مشاكل عشائريه ومشاكل اخرى، مشاكل اجتماعيه، هذا لا يعني تغيير ديموغرافي. اليوم محنه، موقف انساني.